مساء الخير، مرحبا بكم في عدد جديد من برامجكم على التماس. في عدد اليوم راح يكون مخصص لكرة اليد. على غير العادة لنا عودة عن الإخفاق الأخير للمنتخب الوطني للسيدات في كأس إفريقيا للأمم، وكل من جرى عنه من جدل ومن اتهامات ضد الاتحاد الجزائري لكرة اليد، وبالخصوص لرئيسة الاتحاد الجزائري لكرة اليد السيدة كريمة طالب من طرف المدرب السابق للمنتخب النسوي لكرة اليد السيد ياسين بوعكاز. في عدد اليوم السيدة كريمة طالب حاضرة معنا في البلاطون للحديث عن وضعية كرة اليد في الجزائر وللرد كذلك عن هذه الاتهامات. سيدة كريمة طالب، لنرحبوا بها لشرفتنا صراحة، ولنحيي والشجاعة تاعها وروح المسؤولية، لأنه متعودين على مسؤولين في حالة إخفاق، في حالة مشاكل ربما يتخبوا. سيدة كريمة طالب هنا متواجدة للإجابة على كل أسئلة. مرحبا بك سيدة كريمة. يعيشك. مرحبا بك. يعيشك سيدة كريمة طالب. نبدأ وربما ندخل مباشرة في الموضوع. صراحة إخفاقات في كرة اليد تعودنا عليها، الجمهور الجزائري تعود عليها بالنظر للوضعية الصعبة اللي تعيشها هذه الرياضة في الجزائر حتى قبل القدوم تاعكم على رأس الاتحاد الجزائري لكرة اليد، وهذا ماهوش دفاع عليك بطبيعة الحال، لكن هل ما تظنيش أنه كان في بإمكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه يتفادى هذاك الجدل اللي جاء بعد الإخفاق الأخير للمنتخب النسوي؟ هل ما تظنيش أنه كان من الأفضل على الاتحاد الجزائري لكرة أنه يضبط أحسن الأمور من ناحية يعني التعداد، من ناحية صلاحيات الطاقم الفني، باش نتفادوا هذاك الجدل ونتفادوا هذيك الاتهامات اللي صراحة تسيء للرياضة هذه في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نهضروا على نقولوا إخفاقات، أنا ما نشوفهاش بوكو بلوس إخفاقات، باسكو العام والخاص يعرف بلي كرة اليد كانت مريضة، دونك وحنا كاتحاديه رانا نعملوا باش نحسنوا في المستوى هاد اللعبه تاعنا اللي نحبوها بيان سيغ على جميع المستويات، وتعرف باللي ما تقدرش النتائج تكون بين ليله وضحاها، مش راهي رياضه لازم لها على الاقل مده زمنيه معينه باش تقدر تعاود تنهض بها، ولازم لها سياسه ولازم لها اراده سياسيه وكل شيء. طيب. الحمد لله ما الاراده السياسيه راهي كاينه باش كرة اليد تعاود ترجع لمستواها كيما كانت في السابق. بيان سور حنا راح تبدا من تحت الصفر، لازم توصل للصفر ومن بعد تنطلق. حنا الان رانا نسيو ونحسنوا ظروف اللعبه في جميع المستويات، في البطوله، في الفئات الشبانيه. النتائج مش راح تجي بين ليله وضحاها، راهي رياضه تعرف بلي لازم تجي من التكوين، والتكوين لازم عنده مده زمنيه معينه، دونك مش بين ليله وضحاها راح تلقى روحك وليت تدي شامبيون دافريك بارابور الفرق اللي راهي محضره 4 سنوات، ولا باسكو باش تخدم اون ايكيب لازم لك ان سيكل على الاقل 4 سنوات باش تقدر توجد فريق اللي يقدر ينافس. حنا هذا هو الهدف تاعنا الاساسي، رانا نشاركوا في جميع المنافسات القارية أو العربية أو الدولية، ونقدر رانا نشاركوا، وهي عودة تاع كرة اليد تدريجيا، وبإذن الله راهي كاين بزاف حوايج اللي تبشر بالخير، مي إن شاء الله لازم نستمروا في العمل، لأنه ما تقدرش كما قلت لك تقدر في لحظات ولي تدي نتائج، النتائج تجي بالعمل، والعمل لازم يكون مسطر على مستوى 4 سنوات على الاقل. وحنا رانا نعملوا باش على الاقل نحطوا القاعده، وبالنسبه لينا راهي بدات تتحسن الامور. ياسر ماناش راضيين على النتائج، باسكو النتائج حاليا احنا نعرفوا، والناس اللي تعرف الاختصاص ولا تعرف الرياضه على بالها باللي النتائج ما تجيش بين ليله وضحاها. الشطر الثاني تاع السؤال تاعي السيده كريمه طالب، ما كناش قادرين نتفاداو يعني الجدل اللي جاء بعد هاد المشاركه تاع المنتخب النسوي. ما نتكلمش اصلا على هذا الموضوع باسكو ما يخصنيش، يخص انسان دار تصريحات يتحمل مسؤوليتها. احنا كاتحاديه ما دخلنا معاه في جدال،
ما قلنا له دير حاجه. تكلم عن الناخب الوطني السابق ياسر معكاس. انا بالنسبه لي حتى دوك ماهوشي سابق، انتم اللي هو اعلن الاستقاله، اعلنها على الفيسبوك يعني، على اعلنها على الفيسبوك، كان قاعده في تصريحاته. كاي ناخب وطني نورمالمون من المفروض انه قبل ما يروح يهدر في الـ في الـ في الـ في الـ في الاذاعه ولا في الصحافه كان يجي للاتحاديه. احنا بالنسبه لنا تفاجئنا كي شفنا لي ديكلاراسيون تاعو. جاتنا انا شخصيا تفاجات باسكو حنا وفرنا له جميع الظروف، ولا مره كاين واحد تدخل في العمل تاعو. ونتحداه دركا انه يوما ما هدرت معاه انا رحت قلت له دير حاجه، ما قلت له حتى حاجه، ما دخلت حتى في التكنيك ني في لي شوا تاع لي زاتليت ني حتى حاجه. ونتحداه اني جيت هدرت معاه يوما، انا تلاقيت به ثلاث مرات، درت معاه رينيون اوفيسيال وما كنتش وحدي، كنا مع الدي تي ان ولونترينر البرينسيبال اللي هو رياض اولمان. دونك انا تفاجات من التصريحات تاعو. لونترينر برينسيبال رياض اولمان، يعني حبيت تقول انه ياسين بوعكاز كان مدرب مساعد. ياسين بوعكاز احنا كان عندنا طاقم فني قبل هذه البطوله اللي عندهم عامين وهو يشتغل مع الفريق. دونك احنا ياسين استعنا به في نهايه تقريبا شهر قبل الكان. ومن اجل باش نونفورسيو الطاقم الفني، ماشي نحي نار رياض وجبنا ياسين، نو كانوا في زوج يخدموا ميم طون. دونك هو شكون كان المدرب الرئيسي؟ المدرب اللي كان قبل سي رياض اولمان، وبقى رياض اولمان ما نحيناهش، خليناه في الطاقم وجبنا معاه ياسين. دونك احنا ما قلناش هذا او وذا بي، كان المفروض كنا نقولوا خليناهم يخدموا كيف باسكو شفنا باللي كاين انسجام بيناتهم في العمل. دونك ما دخلناش روحنا، والقائمه داروها المدربين مع هما اللي كانوا تفاهموا عليها، وحنا بعثوا لنا ما علينا غير ابليكينا، ما قلنا له جيب اكس، ما قلنا له جيب ايغريك. الحاجه الوحيده اللي قلناها له في كاتحاديه اني قلت له احنا عندنا بروجي على لون تيرم، ماذا بينا نبداو من هذا الكان، باسكو المعدل العمر تاع البنات اللي راهو 23 سنه، يعني احنا رانا مدايرين طريق باش نخدموا ان شاء الله على 4 سنوات اللي رانا تقدمنا لتنظيم بطوله الافريقيه للسيدات ان شاء الله في الجزائر بعد 4 سنوات. دونك احنا هذا هو واش عملنا، انه هذه الاربع سنوات راح تكون عندنا كافيه ان شاء الله للاتحاديه، سواء كنا احنا ولا اللي مورانا، باش يحضروا كاس افريقيا في الجزائر. باسكو كي دير كاس افريقيا في الجزائر لازم تكون في المستوى، ما تقدرش تنظم بدون اهداف. احنا الهدف تاعنا هذا هو، ومن بعد زدنا فهمناه بلي ماذا بينا دير ميلونج اونتر لي البنات اللي يلعبوا في الشامبيون الجيريان والشامبيون اللي يلعبوا في الخارج. هما دي زالجيريا، كل جزائري عنده حقه اذا يستاهل يكون يحمل القميص المنتخب الوطني، المنتخب يحكموا. دونك احنا هذا واش قلنا له، قلنا له سيد دير ميلونج، هذه الحاجه الوحيده اللي انا هضرت عليها في اللاعبات، انه يدير ميلونج اونتر لاعبات محليات ولاعبات، باسكو حتى البطوله المحليه انا ماذا بيا من برنامج الاتحاديه انه تقوى البطوله المحليه، وخاصة انه تعرف احنا في الموتيفاسيون تاع لي جوار هنا ناجيري سي بيان ليكيب ناسيونال. نهار لاعبه من البطوله ما تكون حتى لاعبه في البطوله الوطنيه في الفريق الوطني، دونك رانا واش رانا نديرو هنا كاتحاديه نقفلو خير. ولا هذه الحاجه الوحيده اللي قلتها له، قلت له هذه سياسه الاتحاديه، وهو جا ودرنا فيها ودرناها في اجتماع رسمي وتفاهمنا على هذا الطريق. وراح الطريق اللي قبلها هو، هو اللي قبلها بيان سور. انا ما واحد ما يقبلش بالشروط، انا كون جيت في بلاصتو يمليو عليا قائمه انا نخرج ما نقعدش. صحيح راح نزيدو نتكلموا على هذه التصريحات الاخيره تاع الناخب الوطني السابق، لكن نسمعوا التصريحات تاعو يعني في الاذاعه الوطنيه مع الزميل وليد بوعويش اللي نحيوه، وليد خونا اللي نحيوه من هذا المنبر. Oui, aujourd'hui, moi, je ne suis plus lié à ce projet-là parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et il y a une image à respecter qui est celle de l'Algérie et de l'équipe nationale. Et pour moi, elle n'a pas été respectée. On m'avait promis un contrat de 4 ans. Aujourd'hui, le contrat de 4 ans, il n'y sera pas parce qu'il y a une incompatibilité avec la présidente et sa façon de penser et la mienne. C'est incompatible. Donc, moi, j'étais pour. Aujourd'hui, non, parce qu'il y a
y a des dirigeants qui ne sont pas compatibles avec moi. Il y a eu une ingérence dans votre travail lors de la compétition ou avant, après? Oui. Mm-hmm. Ben, on va parler de la liste. Moi, il y a des joueuses que je ne voulais pas qu'elles soient là. Donc forcément, on m'a fait comprendre qu'il y a eu une première liste, une deuxième liste, une troisième liste. Mm-hmm. Donc on ne me le dit pas directement, mais on fait comprendre. Mm-hmm. Et moi, ça, je ne peux pas l'accepter. L'Algérie, l'équipe nationale, elle doit être ouverte à tout le monde, petit ou grand club. C'est les meilleurs qui jouent. Les meilleurs qui jouent, mm-hmm. Exactement. C'est d'être les meilleurs qui jouent. Et forcément, ça a commencé comme ça. Forcément que là, il y a une incohérence. Et moi, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Je ne fonctionne pas comme ça. Et je l'avais plus ou moins expliqué. Et la suite a été que, ben, par rapport à mes choix, la présidente me les a reprochés à la mi-temps d'un match. Mmh. En me parlant d'une manière que je n'accepte pas, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté. Mmh. J'ai arrêté de communiquer avec elle et mes fonctions. Elle est carrément venue me reprocher mes choix et de me dire que elle est mieux que elle ou elle. Mmh. Je pense qu'un président préside et un entraîneur entraîne. إذن كانت هذه بعض تصريحات ياسين بوعكاز المدرب السابق للمنتخب النسوي لكرة اليد في تصريحاته للإذاعة الوطنية الدولية. سيدة كريمة طالب، ربما أشرت لنقطة مهمة، وصراحة أنا كنت حاب نسمع الرد تاعو في هذه النقطة. هو يتكلم عنه أن الأمور وتدخلات تاع الاتحاد الجزائري لكرة اليد بدأ قبل حتى يعني في تحضير القائمة تاع اللعبات اللي تروح لكأس إفريقيا. صحيح أنه من المفروض أنه مدرب يشوف هذه التدخلات تاع الاتحاد الجزائري لكرة اليد لذا ما يقبلش بهم في كأس إفريقيا، علاش يقبل فيهم يعني يقبل بهذه التدخلات من قبل؟ كان قادر يغادر المنصب تاعو قبل بداية الكلمة. أنا قلت لك بلي ما كان حتى تدخل في القائمة تاعو. إحنا كاتحاد أنا نهاني قدامك ونتحداه أنا يوما ما، قلت له دير هذه ولا دير هذه، ما قلتلوش وما نقول حتى المدرب، باسكو من غير المعقول تفرض قائمة على مدرب بعد تحاسبه، ما سي با نورمال. انا الحاجه الوحيده اللي التدخل اللي قال لك عليه هو هذا، هو اللي حكيت لك عليه. انه قلنا له دير ميلونج اونتر البنات اللي يلعبوا في الخارج والبنات اللي يلعبوا في شامبيون الجيريان، سينو ما كان. وديجا احنا جا المدرب في شهر قبل الكان. جا شهر قبل الكان. احنا انا بالنسبه ليا المدرب اللي يقدر يدير القائمه هو شهر المدرب اللي عنده عامين هو يحضر في الفريق. يعني حتى من جانب التقني نهضروا تقنيا، هو ما يقدرش يعرف الامكانيات جميع اللاعبات خاصه اللي يلعبوا في البطوله الوطنيه. دونك كان عليه من قبل ما يقول بلي الاتحاد دخل، وكان عنده مدرب واحد اخر وكانوا يتفاهموا بيناتهم وهما اللي داروا القائمه النهائيه بدون تدخل اي شخص من الاتحاديه. انا اخر حاجه قلتها له اعملوا وديروا واش تحبوا، ديروا واش تحبوا للجواز اللي تشوفوها باللي تقدر تجيب لكم البلوس جيبوها. باسكو جوستومون راح نتكلموا ربما على الظروف اللي سبقت يعني المشاركه في كاس افريقيا للامم، وربما الاشياء اللي نعيبوا بها يعني على الاتحاد الجزائري لكره اليد انه نروح لمنافسه بهذا الحجم قبل ما تبدا بطوله. سيده كريمه طالب، والله احنا كانت البطولة تاعنا مبرمجة في شهر 9، يعني قبل ما تبدا شهر سبتمبر، قبل ما في شهر سبتمبر. ومن بعد كانت شهر سبتمبر كنا قادرين يكون عندنا وقت يعني انه اللاعبات تحضر احسن لهذا التورنوا. بصح تفاجأنا انه الفرق مازال، ماشي تفاجأنا يعني، كانت الظروف خلت الفرق انهم ما يحضروش ما يكونوش حاضرين جيدا لبداية الموسم، مما اضطرينا دابور احنا درناها كان في اعلان رسمي للاتحادية باللي لادات درناها قبل في اوت وقتها تبدا الشامبيونا. ابخي الفرق ما كانتش واجدة باش تبدا البطولة، كنا تحت ظرف اضطراري اننا نخليو ناجلوا البطولة الوطنية. سينا نبداوها مقبل وما يلعبوا اللاعبات بعض المقابلات، ولكن والله ما هو السبب يعني، باسكو في الاحصائيات راهم اللاعبات اللي ما بداوش البطوله هنا في الجزائر كانوا
الأوائل من الإحصائيات، أحسن وحدة في الإحصائيات هي مخلوفي كنزات تلعب في البطولة الوطنية اللي خرجت في الشامبيونات أفريقيا الأخرى. دونك من الأسباب هذه بس على الغالب أنا قلت لك إحنا برمجنا أنها تبدأ البطولة في شهر 9، والله غالب الفرق ما كانوش واجدين، دونك اضطرينا أنه نعاودوا نأجلوا البطولة. بالنسبة لظروف التحضير تاع المنتخب النسوي السيدة كريمة طيب. أنا على حسب معلوماتي من نهار انا كنت في ممبر في الاتحاد الجزائري قال لي كنت قبل في العهد اللي فاتت، دونك ما شفتش باللي فئه تاع السيدات حضرت الكان احسن من بهذه الجديه. صحيح بهذه الجديه صحيح. احنا رانا كنا بهذا العدد تاع التربصات وهذا العدد تاع المباريات الوديه كذلك. وي درنا 21 تربص في ظرف عام. درنا 21 تربص، شاركنا في كي كان عندنا توقف دولي في شهر ديسمبر اللي فات في دورة في مصر لعبنا فيها مباريات، أربع مباريات. عودنا رحنا درنا تربصات وشاركنا في البطولة في الألعاب الإفريقية وشاركنا حتى لنا المرتبة الرابعة. زدنا عودنا مراها في شهر أفريل درنا تربص في تونس لعبنا في الألعاب الإفريقية بغياب يعني المنتخبات الكبيرة. لا كانت أنغولا كانت نعم. ودرنا نتائج أحسن في البطولة في لي جو في نفس الفرق اللي كانوا حاضرين تقريبا كانوا حاضرين في نفس التعداد جاوا بنفس تعداد الفرق باسكو الناس كل جات تحضر البطولة الإفريقية في هذا في لي جو. دونك ودرنا دي ماتش لاباس بهم أحسن من المشاركة تاعنا هذه. وابخي زدنا درنا تربص في تونس ولعبنا ثلاث مباريات كونتر الفرق السنغال كونتر تونس كونتر تاني دو ماتش مع تونس. عاودنا زدنا درنا تربص آخر في الجزائر بعد درنا تربص هنا وجبنا فريق تاع السنغال اللي جا للجزائر ولعبنا زوج مباريات في الجزائر. ابري درنا كملنا 16 في الجزائر بطلب منهم باسكو كنت قلت لهم اسكو نقدروا نديروا تربص اخر في فرنسا ولا باش تلعبوا مباريات وديه. هما قرروا انهم يكون تربص تاعهم هنا في الجزائر وانا احترمت لي شوا تاع لي زونترينور. مي واحد ما يقول بلي ما الاتحاديه ما وفرتش الظروف الملائمه، احنا وفرنا كل الظروف انه الفريق هذا ينجح. سيدة كريمة طالب يتكلم هو كذلك على لو نومبر تاع اللعبات اللي كانوا في التربص، يقول لك احنا في كل مره كنا نطالبوا انه نبقيو على 18 لاعبه فقط، لكن الاتحاد الجزائري لكره اليد هو اللي اشاك فوا يجيب لنا 26 لاعبه وهذا اثر على التحضير تاع حسب الاقوال تاعو كذلك. ويتهم كذلك رئيسة الاتحاد الجزائري لكره اليد انه يعني تفضل اللاعبات اللي كانوا عندها في الفريق تاعها السابق في فريق بومرداس. والله على بالك حاجه الانكونفينيون الوحيده اني وليت رئيس اتحاديه هي بومرداس، باسكو فريق بومرداس راهو العام اللي فات فانكور دو كوب دالجيري وفيس شامبيون دالجيري، دونك ماهوش نيمبورت كيل فريق، راهو عنده لاعبات ممتازات، دونك راهو من احسن الفرق على المستوى الوطني، سي لوجيك انهم يكونوا عندهم لاعبات في الفريق الوطني كيف وكيف فريق الابيار، حتى الابيار راهم عنده لاعبات في الفريق الوطني. انا ما نفضل حتى وحده على وحده باسكو في الاخر نفضل بلادي على الناس الكل، باسكو رحنا للبطوله الافريقيه كاش واحد يحب يروح يتبهدل، ما حتى واحد ما يحب يروح يتبهدل باش تدي لاعبات بال باسكو بومرداس هيا نقولوا بومرداس راحوا ربع لاعبات، الفريق الوطني راحوا فيه 19 لاعبه و15 لاعبه على ما جبتش بهم نتائج. ونزيد نعطيك من افضل اللاعبات اللي خرجت في البطوله في ستاتيستيك هي دراج ايمان لاعبه فريق بومرداس. دونك ما فهمتش كيفاه نفضل وحده على وحده، انا ما عندي حتى كي توصل بلادي يما ما نفضلهاش، يما اللي جابتني وما نفضلهاش باسكو سي لي ماتش تاع لالجيري وسي موني ماتش في الاخر سي لي ماتش تاعي. دونك انا ما نقبلش على روحي تروح وحده باش تروح دير رحله يا اخي 15 جواز لا في دو ماتش فيها 16 نحي بنات بومرداس فيها 16 هام ليك لو شوا تاعك. وزيد حاجه على بالك رحنا بتعداد 11 لاعبه من تلعب في البطوله الفرنسيه و8 لاعبات يلعبوا في البطوله الجزائريه، دونك 11 لاعبه تلعب في البطوله الفرنسيه سي لو شوا تاعو ماشي دونك ما اذا كان تدخل، انا نقول لك ما كان حتى تدخل، عندك التعداد الكافي باش دير نتائج. نعم وانا نقول لك باللي
انا نتحداه ما نورمالمون ما نهبطش في الـ في الـ في الكلام هذا ونتحداوني لرئيس الاتحاديه هو مدرب وفضتني انا جامي هدرت معاه وجامي قلت له جيب وحده ولا كان قال غير هذا يجي يقول لي انا جامي هدرت معاه لي جامي هدرت معاه صح جامي هدرت معاه على لو شوا تاعو جيب هذه ولا ما تجيبش هذه جامي ونتحمل مسؤولية كلامي وما كنتش وحدي كي هضرنا معاه اللي درنا معاه ليرينيا كنت مع انا وديتيان وهو ولونترينور دوزيام من هضرت معاه دايما نهضر في مجموعه افيك بي في طبعا الحال تعيشتي معاه سيده كريمه طالب ربما البعض ينتقدكم كذلك على الشوا تاع لو ستاف تكنيك تاع المنتخب النسوي لو شوا تاعك تاع ياسين بوعكاز اللي في اول خبره تاعو يعني ماشي متعود انه يقود منتخب نسوي او نادي نسوي في وقت عندنا دي سبيسياليست تاع المنتخبات او الفرق النسويه على غرار يعني كريم عاشور على غرار مولاي عبد الله مولاي يعني علاش هذا لو شوا تاع ياسين بوعكاز دوتفاسون حنا اتصلنا به مثلا كريم بوعاشور حنا اتصلنا به واعتذر على قياده المنتخب كانت اتصالات من الاتحاد كريم عاشور كانت اتصالات مع العديد من المدربين كاين 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 اللي رفضوا انهم يكونوا في المنتخب النسوي. المنتخب النسوي احنا حبينا نعاودوا نفورسيو الستاف وي بالك سي تان موفي شوا غلطنا بالك انه ماشي غلطنا فيه كشخص انا ما هضرش عليه كشخص غلطنا بالك كي جبناه قبل اموا من الشامبيونان اللي هو كان عندنا ستاف من قبل مي حنا سماش قلنا درناها بنيه انه نعاودوا نرفورسيو الستاف ما كناش نستناو هذا واش راح يصرى اعطينا له فرصه نورمالمون انسان يعطيك فرصه باش تكون مدرب تاع فريق وطني حتى اذا اخفقت ما تجيش تحكي عليه انا علاش نطرح السؤال السيده كريمه طالب لانه كان مدرب اولمان اللي ما عندوش لا ليسونس اي اش اف ا كريم ياسين بوعكاز كذلك رحنا زدنا جبنا الناخب الوطني للذكور باش يروح مع الطاقم الفني يعني لكأس افريقيا مع المنتخب النسوي دو توت فاسون حنا المدرب الوطني تاع الفريق الوطني اكابر راهو رانا حاطينه معنا في المديريه التقنيه دونك لانه هو يطرح مشكل تاع تداخل في الصلاحيات بين الطاقم الفني وبين الطاقم الفني تاع المنتخب النسبي وبين المدرب تاع المنتخب الوطني للذكور بين قوسين برك المدرب الوطني تاع الذكور هو اللي بروبوزاه باش يكون مدرب للسيدات هو اللي اقترحوا علينا باش يكون مدرب تاع السيدات باسكو حنا اللي قلت لك ابار انه مدير فني تاع الاكابر انا مخلينه في المديريه الفنيه دونك يخدم معنا في لا دي تي ان دونك وفهمناه باللي راهو يخدم معنا في لا دي تي ان وراه هو اللي راه مستكلف تقريبا بالفرق الوطنيه دونك على باله مليح باللي عنده لو دروا باش يحكي معاه مي انا نعطيك باللي ما تدخل فيه ولا لحظه ولا دقيقه ما كان حتى واحد تدخل فيه جوستومون باسكو بالك كنت دخلنا فيه راه ما دارش هذو النتائج خاطر حنا ما تدخلناش على اساس باللي كل واحد يخدم خدمته كل واحد يقعد في الاطار تاعو سينو كنت دخلنا فيه نورمالمون مور الماتش تاع ليجيبت صاي تكون فان فونكسيون تاعو علاش باسكو ليجيبت ا 50 مينوت كنا مدايرين معاهم ايغاليتي اي ابري في 10 مينوت خسرنا لو ماتش بلا ما بدون اي تدخل منه ما دارني طومور ني بدل جوار ني والو مخلي نفس التعداد ومن بعد كنا ما ايغاليتي بدون اي رياكسيون ما دار حتى رياكسيون في الماتش هذاك دابور درنا له رينيون جوست مور الماتش تكلمنا معاه في هذا الموضوع دونك من بعد ديسيدينا بلي ما نخليوه يكمل يخدم كيما يحب عاودت هضرت معاه انا مره واحده في الماتش تاع الكونغو الكونغو كانوا خسروا كارت فينال في فلاميتون بين شرطين كان كنا الكونغو البارح خسروا احنا خاسرين على ميطون ايكيب ما كانش خسرنا معاها بسات بيوت هبطت معاه قلت لهم واش راكم ديروا ما فهمتش وما ديروا غياكسيون قال لي انا البنات هذو ما لعبش في بلاصتهم قلت له البنات هذو انت اللي خيرتهم ما تهضرليش على البنات انتوما واش راكم ديروا هذا واش قلت له ني بلوس ني موا ني تدخل ني دخلنا فيه ني قلت له بدل هذه ني دير هذه سي تو بيان سور انا اي واحد غير على بلادي وماشي بريزيدون فيدراسيون باسكو في الاخر
كي يقولوا نتائج سلبيه يقولوا نتائج تاع سلبيه تاع الاتحاديه يجيو لينا دونك امبوسيبل كاين اونترينور تشوفوا باللي قاعد وما يدير والو ما تهدرش معاه دونك حتى حنا عندنا الحق انه ندخلوا نهضروا مع الاونترينور باش يخدم خدمته ما تدخلناش باش يجيب اكس ولا ايغريك دابور النتائج تعطيك النتائج اللي راهي كاينه تعطيك الصوره بلا ما نقول لك ماشي خي ماشي حنا اللي هبطنا في البوم ماناجينا وماشي حنا اللي دخلنا لي زاتليت ماشي حنا حنا كنا قاعدين في التريبيون دونك النتائج تعطيك الصوره انا هدرت معاه في الماتش تاع الكونغو على هذا الاساس ني بلوس ني مو قلت له سي كوا سا واش راكو ديروا ايكيب ما كانش كاع وانتم واش راكو كنا قادرين نربحوا في الكونغو كنا قادرين نربحوا الكونغو ونتفادوا المركز الرابع في ايوه كنا قادرين نربحوا الكونغو انا كان دي ماتش زعفت عليهم باسكو زعفت باسكو صح كانت عندنا اون ايكيب اللي تقدر تلعب وتروح بعيد عندنا بون ايكيب بشهاده الجميع تماك ومن بعد كي تشوف الخلل انا ما نحبش نهضر تشوف الخلل بيان سور تدخل وين كاين خلل وما لا علاه رانا تماك ولا علاه راني رئيس الاتحاديه سما نخلي كل واحد يدير واش يحب اي ابري كي يجيب النتائج هذو ومن بعد واش تربح الاتحاديه ولا تربح الجزائر واش نتحاسب انا نتحاسب عليهم انا نتحاسب عليهم في الاخر وهذا الحاجه فهمتها له 1000 مره قلت له ياسين احنا رانا في مركب واحد تغرق نغرق كيفاه انا نجي ناثر عليك سلبيا باش تغرق انت نغرق معاك راني ما كيفاه زعما احنا نخلطوا تحس بلي احنا رئيس اتحاديه هو ليكيب تاعو وحنا نخلطوا له هذا واش حاب يفهم الناس مي سي با فري انا ماذا بيا كيفاه وفرت هذو الظروف كل الفريق باش ينجح باش من بعد احنا نجيو نخلطوا له كوميم وعلاه ما كانش عندنا اشكال على بالك بلي سي با اول مدرب راهو وبومرداس ما عندهاش غير نهضروا كي يهضر على بومرداس بومرداس ما عندهاش غير لي سينيور دام عندها لي سينيور لي كادات لي مينيم وراهم عندهم اللاعبات في الفرق الوطنيه كل واللاعبات هذو اللي يهضر عليهم لاعبات بداو من اللي كانوا اي 18 هم في الفريق الوطني حتى راهم سينيور وكانوا في الفريق الوطني قبل ما يجي هو ماشي داوهم باسكو انا من اللي كانوا صغار في الفريق الوطني قبل ما نكون انا اصلا رئيس الاتحاديه دوك انا جوفوا بلي يغطي في الإشاك بهذا الكلام اللي انا بالنسبه لي ما هوش إشاك كنت قدم الاتحاديه ما احنا انا اصلا ما نشوفوش إشاك انا على بالي بلي بدايه الطريق ودابور هضرنا معاهم وقلنا لهم راح نخدموا سوغ 4 ans وراح نديروا فريق في المستقبل مي بلي رياكسيون تاعو هذا هو حبس روحه انا ما احنا حتى الدرك مازال ما حبسناهش وماشي انا نحبسو كاين مكتب فيدرالي يحبسو هو حبس روحه بالتصريحات تاعو سينو احنا خدمنا تفاهمنا معاه باش نبنيو بروجي ا لون تيرم سيدة كريمة طالب بالنسبه للاتحاد الجزائري لكره اليد عفوا ضيعنا فرصه انه نروح للمونديال وي بالنسبه لي ضيعنا فرصه باش نروح للمونديال واش خص واش اللي كان منعرج بالك الغلطه اللي درتها اللي دارها الاتحاد انه جبنا مدرب شهر قبل انا ما نلوموش باسكو اولا ما يعرفش مليح الفريق والمشكل اللي صرا انه احنا حطينا زوج مدربين مي هو اللي ادى القياده تاع الفريق اللي هو نورمالمون يديها المدرب الاخر باسكو يعرف مليح الفريق دونك هو ادى القياده تاع الفريق اموا باش اكاكو وما هضرناش باسكو كنت تهضر يولي يقول لك انت بتدخلوا هم هكاك خليناهم يديروا يتفاهموا بيناتهم واش يديروا انا بالنسبه لي هذا هو الخطا اللي درناه انه جبنا مدرب قبل بشهر زدناه الستاف ما كناش نستناو كنا نستناو يجيب لنا الاضافه اللي الامور مشات في طريق اخر اليوم الاتحاد الجزائري لكره اليد ينتظروا مونديال بالنسبه للذكور واش هو البرنامج يعني اللي درتوه هل ربما ننتظر هل الجمهور الجزائري يقدر ينتظر احسن نتائج بيان سور فاصو ماشي كيف مع الطاقم تاع الفريق الوطني ذكور حضرنا جيدا نورمالمون للبطوله العالميه مازال لنا تربص هنا في الجزائر ان شاء الله اللي راح تكون دوره وديه في شهر ديسمبر بعدها فيها تركيا فيها العراق تركيا ماهيش مازال ماهيش ما اكدتش 100% العراق كونفيرميا على الاقل نلعبوا دو ماتش هنا في الجزائر يا ابخي نتنقلوا للخارج نلعبوا اربع مباريات قبل ما نتنقلوا للمونديال ان شاء الله لا دات في الديبي تاع جانفي نورمالمون ابارتيغ من 2 جانفي نتنقلوا للخارج راح يلعبوا اربع مباريات وديه ضد المنافسين السيده كريمه طالب مازال ما عندهمش لا ليست فينال مي على بالي بلي كاين قطر كاين زوج فرق اوروبيه مستوى عالي
مستوى عالي بصح نتفاهموا حاجه، هو نقدر نروحوا للمستوى العالي بصح باش تبدا كي تكون انت هذاك راح تبدا المستوى العالي جدا انك ما تقدر تستفاد منه والو، دونك لازم نشوفوا الاحتكاك يكون مع الفرق اللي تكون اكثر منا بشويه في المستوى ولا عندها نفس المستوى باش تقدر تجيب نتائج، لانه كي تلعب مع فرق مستوى عالي جدا ما تستفادش بزاف. دونك انا نشوف الرؤيه تاع الطاقم الفني باسكو هو راهو يخير في المباريات اللي يديرها على حساب التركيبه اللي عنده على حساب لي ماتش اللي عنده على حساب المنافس. مثلا على خيرنا تركيا باسكو تركيا لعبت مع الفريق الايطالي وربحته، دونك وحنا راهم معنا في الجروب، تخير فريق وطني عربي باسكو تو نلعبوا مع فريق عربي اخر، دونك سي دي شو تاع لي زونترينور بارابور للمنافس اللي راح نكون ان شاء الله معاه في الدور الاول. بالنسبه للاهداف تاع الاتحاد الجزائري لكره اليد فيما يخص المشاركه تاع المنتخب الذكور، بيان سور احنا الهدف تاعنا دوكا راهو نجوزوا على الاقل الدور الرئيسي، طحنا في جروب نقدروا نلعبوا فيه، دونك فيه الدنمارك فيه الدنمارك فيه الايطالي وفيه تونس وحنايا، دونك رانا احنا الهدف تاعنا انه على الاقل نترشحوا للدور الرئيسي ان شاء الله. بعد ما ترشح للدور الرئيسي ابخي نشوفوا الجروب اللي نطيحوا فيه وابخي ان شاء الله نروحوا لابعد نقطه. بالنسبه للبطوله السيده كريمه طالب، هل وقتاش نروحوا نشوفوا يعني بطوله تاع كره اليد بعيده عن المشاكل، انديه تلعب كل الجولات في 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 وقتها، وقتاش يعني نبعدوا شويه على المشاكل هذاك اللي عشتها كره اليد الجزائريه؟ والله غير انا بعاد على المشاكل، هي البطوله العام انطلقت قلت لك شويه بصعوبه لظروف ثاني خارج عن النطاق الاتحاديه، مي دوكا البطوله راهي تلعب كل اسبوع، كاين بيان سور تاجيلات والاغلبيه بارابور الفريق الوطني تربصات الفريق الوطني، مي البطوله راهي تلعب بشكل عادي وبرنامج مضبوط، فرقك كل لعبت المقابله تاعها ان شاء الله الاسبوع هذا نهايه مرحله الذهاب، وان شاء الله راح نعاودوا نلعبوا لي ماتش روتار اللي كانوا عندنا بارابور للتربصات تاع المنتخب الوطني. بطوله هذا العام راهي حماسيه جدا، كل سمانه راك تشوف في دي ريزولتا، حتى الضوء ما على بالناش كي تبدا ماتش شكون راح يربح، سي ديجا عندنا بزاف ما شفناش هاد الحوايج، جابي ربي المستوى تاع البطوله راهو يطلع باسكو عدد الفرق نقص بزاف ملي جينا احنا لقيناهم 27، هذا العام بدينا ب 18 وان شاء الله راح نكملوها ب 16 فريق، دونك من 27 الموسم الجاي ابتداء من الموسم الجاي راح تكون البطوله ب 16 فريق، دونك ديجا راهي خطوه كبيره باش يتحسن مستوى اللاعبين باسكو البطوله ب 27 ما تعرف ما عندها والو، ما تقدرش تجيب منها النخبه، دونك اللاعبين تاع النخبه بداو يتجمعوا في فرق قليله، دونك كيك راح يطلع مستوى البطوله. على ديك قلت لك احنا نخدموا سور تو لي بلان، ميم البنات العام الجاي البطوله راح تكون ب 12 اللي كان لقيناها ب 16، دونك رانا نخدموا على جميع المستويات باسكو بطوله فاشله ما تجيبلكش فريق وطني قوي. احنا بدينا نخدموا على جميع الجبهات، على المدربين لا فورماسيون تاعهم، على لا فورماسيون تاع الحكام، بدينا نخدموا على جميع باسكو سي تان شونتي وشونتي احنا عندنا عام ونص ما تقدرش. جوستومون اون بارلون دو شونتي، الجمهور الجزائري راهو يحلم انه يعاود يشوف كره اليد الجزائريه في الصومي على المستوى على الاقل على المستوى الافريقي. السيده كريمه طلب، واش مازال واش لازم لكره اليد الجزائريه؟ دو توت فاسون انا قلتها لك مازال بعيد لوشونتي، لا والو باسكو مثلا السينيور اوم ما راناش بعد، ديجا امام الفريق الوطني فيه بزاف لي جوار جدد اللي عندهم مستوى عالي في يلعبوا في البطولات الاوروبيه فريق وطني الف، دونك احنا خدمنا عليه في البطوله الافريقيه اللي فاتت وما باش نحسنوا الكلاسمون تاعنا، والحمد لله توفقنا وكنا في الشامبيون، دونك احنا رانا قدمنا ملف ترشح تاع احتضان البطوله الافريقيه للاكابر رجال 2028 اللي مؤهله للالعاب الاولمبيه في الجزائر، ان شاء الله نتحصلوا عليها، رانا نسعوا باش نتحصلوا عليها يعني بنسبه كبيره ان شاء الله نتحصلوا عليها. والهدف تاعنا راح يكون بطوله افريقيا في هذا الموسم في الجزائر، ثم راح نعملوا على اذا قعدنا احنا ولا ما قعدناش ان شاء الله اللي يجي مورانا يكمل في نفس البروغرام مدة 4 سنوات عمل باش توصل للنتيجة تكفيك أنك باش تحقق نتيجة، بصح عام ونص ما يكفيكش أنك باش تحقق نتيجة، دونك حنا درنا أون بلاتفورم
ونعملوا على المستقبل تاع 4 سنوات باش ان شاء الله الفرق الوطنيه تولي تنافس على الالقاب. هكا بهذه الطريقه احنا بدينا برك نحسنوا، ما كناش نشاركوا ولينا نشاركوا، ما كانتش عندنا هذه ولات عندنا، ما كانتش عندنا بطوله ولات عندنا بطوله، ما كانتش عندنا فرق وطنيه ما تشاركش ولا كل يشاركوا. دونك احنا عملنا على هذا الاساس بصح، ومن بعد كي ديروا البلاتفورم تقدر تنطلق في العمل وتقدر تخطط. احنا التخطيط راح يكون على 4 سنوات بالعمل، والحاجه المليحه انه دركا كاينه سياسه الدوله بتطوير كره اليد اللي نشكروا بيان سيغ الدوله الجزائريه على راسهم رئيس الجمهوريه، لانه بالتويتر اللي داروا يوم تاهل الفريق الى نهائي كاس افريقيا، يعني خلى الناس كل دركا راهي بدات تلتف على كره اليد، بدليل انه البطوله مثلا دركا ولات تداع كل اسبوع، في كل اسبوع كاين ماتش يجوز تيليفيزي. دونك كاين حوايج راهي تتحسن، وكاين نقائص بيان سور، ما كانش الكمال الا لله، والحمد لله كي الدوله دوك ماشيه مع كره اليد راح كره اليد تتحسن، باسكو بدون دوله بدون سياسه الدوله امبوسيبل تتحسن. صحيح صحيح. السيده كريمه طالب نختم بهذا السؤال، قلتي انه مع بينا ولا بواحد اخر اللي راح يجي على راس الاتحاد الجزائري لكره اليد، واش معناتها كان قرار تاع الاتحاد الجزائري يعني تاجيل الانتخابات المقبله؟ احنا كنا حنديروا الانتخابات في شهر 9، والله غالب الظروف تاع الاتحاديه اكطويالمون على بالك عندنا شامبيون دافريك تاع البنات، بعد موراها مباشره شامبيون دو موند تاع الاكابر، دونك طاحوا لنا دي بطولات مستوى قاري ولا مستوى عالمي، دونك تعذر علينا باش نكونوا واجدين في لي دات. درنا دوموند للوزاره ووافقوا انه تكون ان شاء الله الجمعيه العامه شهر مارس نعم مباشره بعد المونديال، دونك تكمل المونديال نبداو نديروا الجمعيه العامه العاديه وان شاء الله موراها الانتخابيه. ترشح كريمه طالب ان شاء الله دوك نشوف مع الظروف من الوقت هذاك يرحمها ربي. دوك انا ما نحبش دائما نسبق الاحداث، باسكو كي تبدا تخمم في الانتخابات تولي تسمح شويه للمصالح تجوز، دونك ما نخممش في الانتخابات، نبقى نخدم في كره اليد ونهار الانتخابات نشوفوا اذا ترشحت وشافت الناس باللي تقدر ما عندها الثقه فيك وتقدر تكمل مرحبا، ما عندهمش الثقه فينا نعود ملي ما كنا. شكرا شكرا لك سيده كريمه طالب لكل ما قدمتيه يعني في هذا البرنامج، نشكرك مره اخرى على شجاعتك وعلى يعني صراحتك في كل على كل في جوابك على كل الاسئله. شكرا لكل من ساهم في اعداد هذا البرنامج، ولكم كذلك جمهورنا الكريم، تلقاو الاسبوع المقبل، الى اللقاء.